أنا رواسي قاسم، طالبة كلية الفنون الجميلة مرحلة ثانية، وأيضا خريجة معهد فنون جميلة. طالعين على مود تغيير، على مود نبدي إحنا بنفسنا، نبدي نعمر بلدنا، نبدي نغير، نوصل رسالتنا. كل شخص هنا أنا موجود عبر بطريقته من خلال اختصاصه. اليوم الشاب العراقي بكل أطيافه بدون مسميات حاب يوصل فكرة إنه إحنا عايشين، إحنا موجودين، إحنا نحب الفن، نحب الحياة، نحب الأمان. إحنا رسالتنا كانت إنسانية، حبيت أوصل فكرتي بالنسبة للوحدة. اليوم أني هنا بالنفا كانت تتحدث عن نصب الحرية. نصب الحرية كأنه جواد سليم اللي هو الفنان العراقي النحات اللي اشتغل هذه العمل الجميل، كأنه يوم من الأيام تنبأ أنه هذه العناصر بالعمل الفني اللي موجود فيه راح تنزل ويا الثوار، راح تشتغل يعني تشارك بالثورة. كانت الفكرة كلش جميلة ورائعة، مشاركتي أنا وصديقتي طبعاً اشتغلناها، وكل السعيدين إنه إحنا موجودين هنا. نحب الحياة، نحب الجمال، نحب نطور من نفسنا، نبدأ بنفسنا، المساعدة الإنسانية، كل هاي أهداف من الرسم. مو بس فقط مجرد هو رسم، لا، هو رسائل كثيرة إحنا قدمناها. مو بس أني، هواية رسامين، إحنا العراقيين رح نستمر وباقين، وإن النصر إن شاء الله. هاي الثورة تعبر عنا إحنا ذو كرامة وإنسانية وحب وحياة وتعاون بيناتنا مشترك وغيرة عراقية كلش كبيرة.